السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان Get to know IP version for structure من كورس CCNA 200301. محاضرة النهاردة هتكون بداية لسكشن جديد ألا وهو سكشن السبنتنج، تمام؟ فسكشن السبنتنج مهم جدا 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 لأي مهندس نتورك، إن هو يقدر يتعامل مع الاي بي هات ويقدر يتعامل مع السبنت ماسكس ويقدر يحدد كل سبنت ماسك الرينج بتاعه كام، الاي بي نتورك هوست، اي بي البرودكاست هوست وهكذا. فالسكشن ده فيه جزئيات كتير جدا انفولفد جواه او موجودة جواه لازم تركز فيها بشكل كبير. قصة السبنتنج انا هبدأها معاك واحدة واحدة، تمام؟ على كذا محاضرة، مش هنخلصها في محاضرة او اتنين او تلاتة او حتى اربعة، يعني هناخد عدد محاضرات كبير شوية، ولكن الهدف وراء عدد المحاضرات وتقسيم التوبكس على عدد المحاضرات هي ان احنا نبسط الموضوع لاكبر قدر ممكن، تمام؟ هنا الابجكتيف اللي هناخدها digging deeper into IP version 4 basic format، هناخد الفورماتنج بتاع الاي بي فيرجن 4. شكل الاي بي فيرجن 4 ازاي؟ اي بي فيرجن 4 هو عبارة عن x.x.x.x، حيث ان الاكس الواحدة بتتراوح ما بين 0 الى 255، تمام؟ بص، لو انا جيت قلت لك لو الاكس الواحدة بتتراوح من 0 ل 255، يعني معنى هذا ان الاكس الواحدة ممكن تشيل كم رقم؟ المفروض ممكن تشيل 256 رقم، مش 255. خلي بالك لان احنا بادئين من الزيرو، تمام؟ يعني انا لو جيت قلت لك مثلا انا معايا بطاقة رقمها زيرو ومعايا بطاقة رقمها واحد، يبقى انا كده معايا كم بطاقة؟ معايا اتنين، صح ولا لا؟ فنفس القصة، الاكس بتديك بطايق بالترقيم من 0 ل 255، يبقى انا معايا كام بطاقة؟ يعني الاكس دي تشال كام رقم؟ 256 رقم، تمام؟ طيب، كلام جميل. هنا بيقولك an IP is used for setting the logical addressing for a PC، يعني بيقولك الاي بي يستخدم في تعريف العنوان المنطقية بالنسبة لبي سي، تمام؟ هنا بيقول it has four decimal blocks، يعني هو عبارة عن اربع خانات، كل خانة تسمى ايه؟ تسمى اوكتت. اوكتت جاية من كلمة سوماني، سوماني لان اما نخش ان شاء الله في الباينري هنعرف ان الاكس دي، تمام، رقم ديسيمال، رقم عشري، لكن هو مبني على 8 ديجيت باينري. خدت بالك مبني على ايه؟ 8 ديجيت باينري. لو ال 8 ديجيت دول كلهم اصفار هيدوك 0، لو كلهم وحيد هيدوك كام؟ هيدوك 255. طبعا احنا هناخد ان شاء الله يعني سيستم العد، تمام، او انظمه العد زي النظام العشري والنظام الباينري الثنائي والهكساديسيمال السداسي عشري، كل الكلام ده ان شاء الله هناخده، تمام. هنا بيقول لك a network linked PC، يعني لو في بي سي متوصل على نتورك has its own IP version 4، المفروض يكون عنده الاي بي فيرجن 4 بتاعه زي ما موجود عندي اهو، تمام. المفروض يكون عنده برضو السبنت ماسك، لان خلي بالك السبنت ماسك وظيفتها زي ما احنا قلنا في المحاضرات اللي فاتت بتحدد اي بي نتورك. يعني لو انا جيت قلت لك مثلا 192.168.1.100 زي ما مكتوب قصادك، لو قلت لك على سلاش 24 سبنت ماسك، سلاش 24 يعني كم؟ 255 3 255 255.255.255.0، تمام. قلت لك ان انا لو اديتك اي بي جهاز والسبنت ماسك بتاعته اقدر استخرج عنوان الشبكه. عنوان الشبكه المفروض ايه؟ المفروض اي اوكتت قصاد 255 ينزل زي ما هو، يبقى 192 هتنزل زي ما هي، 168 هتنزل زي ما هي، الواحد زي ما هو، ال100 ده قصاده ايه؟ زيرو، صح. الاوكتت اللي قصاده زيرو في السبنت ماسك ينزل بزيرو، يبقى ده اي بي النتورك اللي هو 192.168.1.0. طبعا الرينج ده المفروض بيبدا من دوت 0 وينتهي عند 255، واتكلمنا سابقا ان ما ينفعش جهاز يشيل لا اي بي نتورك، يعني لا دوت 0 ولا ينفع يشيل دوت 255 لان ده اي بي برودكاست، تمام. طيب، المهم الجهاز المفروض يبقى عنده الاي بي، عرفنا برضو المفروض يبقى عنده السبنت ماسك، لان السبنت ماسك ايه؟ تعتبر هي الدلاله على اي بي النتورك اللي الجهاز موجود فيها. وكذلك الجهاز المفروض يكون عارف الديفولت جيت واي، تمام، وكذلك الايه الدي ان اس ادرس، تمام. طيب، وظيفه الديفولت جيت واي ايه؟ هقول لك دلوقتي. بص يا سيدي، هنفتح وايت شيت هنا، تمام، وهنعمل نتورك بسيطه جدا جدا جدا. انا عندي سويتش هنا، السويتش ده واصل على راوتر، الراوتر ده واصل على الاي الاي اس بي، تمام. هعتبر اي بي النتورك بتاعتي هنا 10.0.0.0/24، اي بي الراوتر هعتبره دوت 1، بفرض ان انا عندي جهاز مثلا دوت 2
تمام، وعندي سيرفر هعتبر اي بي سيرفر ده دوت 3، وعندي مثلا برضو سيرفر خارجي اوكي اللي هو الدي ان اس سيرفر، وهعتبر الاي بي بتاعه 8.8.8.8، واعتبر ان في سيرفر ده سيرفر الفيسبوك. حلو كده. طيب لو الجهاز ده عايز يكلم السيرفر تمام، فالمفروض الاي بي بتاعه كام؟ المفروض الاي بي بتاع الجهاز 10.0.0.0.2 تمام. انا عايزك خلي بالك وانت بتسمعني تحط نفسك مكان الجهاز. حلو. فالجهاز اما يقول لنفسه انا الاي بي بتاعي 10.0.2.10.24 اذا يقدر يستخرج اي بي الشبكه، صح؟ يبقى اي بي الشبكه 10.0.0.0.0/24 مظبوط. طيب المفروض الجهاز برضو بيكون انت كنتورك انجينير بتحدد له الديفولت جيت واي اللي هو كام، اللي هو 10.0.0.1. بتقول للجهاز خلي بالك الديفولت جيت واي بتاعك 10.0.0.1، بتقول له برضو دي النس بتاعك خلي بالك 4 8. تمام. الجهاز لما يحب يكلم السيرفر اللي هو 10.0.0.3 الجهاز بيسأل نفس السؤال، هو على 10.0.0.3 ده تمام معايا في نفس الشبكه ولا لا؟ المفروض يكون معاه في نفس الايه، في نفس الشبكه، لان 10.0.0.3 واقع في الرينج اللي بيتراوح ما بين 10.0.0.0 ل 10.0.0.255 مظبوط ولا لا؟ اذا هو موجود مع الجهاز في نفس النتورك. هنا الجهاز مش هيحتاج يودي الباكت للديفولت جيت واي، صح ولا لا؟ تمام. هنا الجهاز هيودي الباكت على طول للسيرفر، تمام، هيعمل ارب عشان ياخد الماك ادرس على السيرفر كده، هيعمل ايه، يبعت للسيرفر. طب بفرض اي بي الفيسبوك ده 1.1.1.1، افرض الجهاز عايز يبعت ل 1.1.1.1 از ديستنيشن اي بي ادرس، يعني هو عايز يخش على الفيسبوك تمام. السؤال هنا لو الجهاز عايز يخش على الفيسبوك المفروض انت كيوزر بتكتب ايه؟ بتكتب على البراوزر www.facebook.a.com، صح؟ ده دومين نيم. الاجهزة انا قلت لك ما بتفهمش لغة الدومين نيمز دي، تمام، هي بتفهم اي بي هات او ماك ادرس، تمام، يا اما لير 3 يا اما لير 2، تمام، لير 3 ادرس او لير 2 ادرس، تمام. المفروض الجهاز لو هيروح www.facebook.com هيعمل ايه؟ هيشوف مين الدي ان اس سيرفر بتاعي 4 8، صح؟ اذا يقوم نطلع باكت اسمها دي ان اس ريكويست، ودي شفناها او عملناها لها ديمونستريشن قبل كده. الدي ان اس ريكويست بتطلع بره من سورس اي بي اللي هو 10.0.0.2 رايحه لمين؟ ل 4 8. هنا الجهاز بيسال نفسه هو 4 8 ده تمام خارج نطاق الشبكه ولا لا؟ المفروض خارج نطاق الشبكه. هنا الجهاز بيبعت ارب ريكويست عشان ياخد الماك ادرس بتاع الراوتر، تمام، بياخد ايه، الماك ادرس بتاع الراوتر، فبالتالي الجهاز يبعت الايه، الباكت الى الراوتر، لان هو هيبعت على الديستنيشن ماك بتاع الراوتر، ولكن الديستنيشن اي بي بتاع الايه، الدي ان اس سيرفر، وبعد كده يروح للدي ان اس سيرفر يقول له هو www.facebook.com الاي بي بتاعه كام، الدي ان اس بيقول له خلي بالك ده الاي بي 1.1.1، فيقوم الجهاز مطلع باكت من 10.0.0.2 الى 1.1.1.1 او بيفتح سيشن، يعني بيروح الى اي بي الفيسبوك. فده وظيفه كل معلومه، وظيفه الاي بي، وظيفه السبنت ماسك، وظيفه ان الجهاز يعرف الديفولت جيت واي بتاعه، وظيفه برضو ان الجهاز يعرف الايه، الدي ان اس سيرفر بتاعه، تمام. طيب ده كلام جميل جدا جدا جدا. طيب احنا كده اتكلمنا عن digging deeper into IP version 4 basic format، واتكلمنا برضو عن المعلومات الاساسية الخاصة بالIPs بالنسبة للPCs او الحاجات اللي انت هتعمل لها configuration ووظيفتها. انا كده بفضل الله يعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.